تصدياً لظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي بدأت تشكل خطراً كبيراً على المجتمع وعواقب تؤثر سلباً في النسيج المجتمعي والتي أدت لحالات انتحار كثيرة في صفوف الشباب من كلا الجنسين، أقامت منظمة إرشاد للتحكيم والتنمية الثقافية والقانونية وبالتعاون مع دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة ندوة حملت عنوان الابتزاز الإلكتروني وزيادة الانتحار في المجتمع. وأكد القائمون والحضور على ضرورة تنشيط الدور التنموي والتوعوي وضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعقد ندوات ومحاضرات في العديد من الجامعات والمعاهد وتفعيل دور الشرطة المجتمعية للحد من تفاقم الابتزاز الذي بات يفكك المجتمع ويتسبب بحالات تصل إلى القتل أو الانتحار. اليوم المجتمع العراقي بصورة عامة وبكافة أطيافه بدأ يقتطف ثمار الرؤى الاستراتيجية لوزارة الداخلية دائرة العلاقات والإعلام من خلال تطبيق وتفعيل دور الشرطة المجتمعية وفلسفة الشرطة المجتمعية. واليوم تواجدنا في هذه الندوة حول موضوع الابتزاز الإلكتروني ما هو إلا دليل لتواصل الشرطة المجتمعية مع كافة الشرائح. الابتزاز الإلكتروني من المواضيع الخطرة الدخيلة على المجتمع العراقي، لكن نسعى دائما من خلال المؤتمرات وإقامة الندوات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في جامعات العراقية، وأيضا بالإضافة إلى إقامة دوريات راجلة كبيرة في جميع محافظات العراق للحد من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني. احنا دورنا كدائرة علاقات ثقافية في وزارة الثقافة والسياحة والآثار حقيقة دور تنموي توعوي لبناء ثقافة مجتمعية رصينة، خاصة وأن هذه الظاهرة يعني هي محل متابعة ومعالجة من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية العراقية. كما رأيتم السيد العقيد و الناس المختصين في هذا الشأن قد أدلوا بدلوهم في هذا الموضوع وأوضحوا عناصر وأبعاد هذه القضية التي هي لا تعدو أن تكون ظاهرة مجتمعية حديثة بسبب انتشار ظاهرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم احنا سلطنا الضوء على هذه الجريمة وتناولها من وجهة نظر قانونية وعن أسباب هذه الجريمة، وكذلك وضع الحلول الخاصة إذا ما تعرض الضحية إلى هذا الموضوع وكيفية أن تتجنبها، وهناك إرشادات إلى هذا الموضوع بحيث أنه احنا حاولنا قدر الإمكان أنه نوعي، أن يكون هناك وعي خاص بهذا الموضوع وكيفية تجنب الوقوع في جريمة الابتزاز الإلكتروني، وانطينا الحلول اللي ممكن أنه ممكن أنه يلجأ بها من يقع عليه هذا الموضوع إلى الأجهزة الأمنية ومنها في وزارة الداخلية والأمن الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ندوتنا كانت عن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وأيضا ظاهرة الانتحار اللي شفنا أنه انتشارها مخيف، وهذا يعود إلى السبب الرئيسي اللي هي انخفاض الثقافة بالمجتمع العراقي بسبب الظروف اللي مرت عليها خلال هاي السنين، من وضع اقتصادي، من تهجير، من فيروس كورونا. هذه الأمور كثير خصوصا السنتين الماضية أدت إلى هذه المواضيع. أعتقد الموضوع اقتصادي أيضا يعني من جانب آخر، أنه الشباب بدت عاطل عن العمل، نفس الحال البنات، كثير من عدم الثقافة داخل المدارس أيضا نفتقدها. نحتاج إلى حملات توعية مستمرة للشباب والبنات اللي أعمارهم حرجة، اللي هي تتراوح من 12 سنة إلى 20 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حضرنا ندوة الابتزاز الإلكتروني وكثرة حالات الانتحار في المجتمع، وكانت الندوة بحضور دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة ومديرية الشرطة المجتمعية ومؤسسة إرشاد متمثلة بالدكتور علاء شون.